مرحبا ويا هلا وسهلا فيكم. اليوم عندنا خروف مشوي بالفرن، بس مو بخلطة عادية، خلطة شوي غير. خلونا نشوف شو نسوي. لما يكون عندك لحمة كبيرة نفس فخذ الخروف هذا، أهم نقطة ممكن أنك تسويها انك ما تكون تشتغل باللحمة وهي توها طالعة من الفريزر. حاول انك تشتغل فيها وهي بالثلاجة. ليش؟ لان نبيها تكون مطبوخة عدل بالتساوي، ما في مكان مطبوخ زيادة وفي مكان مطبوخ ناقص. ما نبي يكون فيها جهة باردة جهة ثلجة. للحمة هذه وزنها تقريبا 4 كيلو. أول شيء راح نبلش فيه إن إحنا ننظفها من الشحم الزايد، لأن معروف على لحم الخروف إنه هو متروس دهن، فنبي نحاول نخفف الدهن قد ما نقدر من غير ما نخسر اللحم الطيب. أهم نقطتين عن تنظيف للحمة هما: أول شيء يكون عندنا سكين حادة، لأن إذا سكين مو مضبوطة شغلنا ما راح يكون مضبوط. هذا أول شيء. ثاني شيء، دائما نشيل الشحم الواضح اللي مبين إن هذه قطعة شحم كاملة. لا تحاول تدش أو تروح على مكان تعتقد إنه هو الشحم وآخر شيء يطلع الحمى، وحق اللي مبين شحم واضح شيله على طول. وبعدين لما تشيل الشحم الزايد اللي مبين، تبين معك الحمى أوضح في أماكنها، ممكن تشيلها ممكن تخليها، بس أهم شيء إن تشيل اللي واضح إنه شحم. خلطة التتبيلة شنو عندنا؟ عندنا تقريبا 100 ملي زيت زيتون، 200 ملي خل بلسمك، فصين ثوم، شوية روزماري، شوية تايم، 3 حبات ليمون. أول خطوة راح نسويها بالتتبيلة إن إحنا راح نفتح فتحات صغيرة من الحمى. أنا على حجم الحمى هذه اللي هي 4 كيلو فتحت تقريبا 10 فتحات، كل فتحة حطيت فيها حبة ثوم وشوية روزماري. وللعلم حبة الروزماري والثوم مو لازم تندفن داخل، يعني الفتحة ما لازم تكون عميقة، عادي لو نص منها يكون طالع برا ما في إشكال، المهم انها تكون ثابتة باللحمة. الجزء الثاني من التتبيلة راح يكون بالخلاط. راح نخلط الثوم ويا الروزماري من غير الأغصان، والتايم من غير أغصان. راح نحط وياهم زيت زيتون وخل البلسامك والليمون، نضرب بالخلاط لين يوصل الى هذا القوام تقريبا. اذا سائل زياده ما في مشكله. قبل نضيف التتبيله على اللحمه نعطي رشه ملح على الجهتين. نرش التتبيله على اللحم ونغطيها من كل صوب، ندهنها عدل.
وأهم شيء لا تنسون الجهة الثانية. بعد ما خذينا عصير ليمون وعصرناه بالتتبيلة، راح ناخذ قشر الليمون اللي هو الزست، نبشره شوية على تتبيلة من فوق. هذا اللي أنا قاعد أسوي، شوية ليمون زست. هذه تتبيلتنا جاهزة. أنا بالنسبة لي راح أترك هذه التتبيلة 24 ساعة قبل أطبخها بالثلاجة. أنتوا إذا تحبون تتركونها أقل ما في إشكال، اللي يحب يجرب 12 ساعة، اللي يحب يجرب ساعتين ثلاث، كل واحد يجرب ويشوف شلون تطلع وياه ويقول لي بالكومنت. بعد 24 ساعة صارت اللحمة جاهزة حق الفرن. أول شيء راح نسوي نحطها بصينية عودة يكفي الفخذ كامل، بعدها نغطي الفخذ بورق الطبخ اللي هو من غير شمع. ضروري جدا يكون من غير شمع، لأن الشمع هذا راح مع الحرارة والمدة الطويلة راح تخلي اللحم راح يلزق شوي بالطعم، يعني ضروري يكون غير شمع. بعدها نلف بقصدير، نغطيه كامل بالقصدير مرتين. الحين راح نحط اللحمة بالخانة الوسطية بالفرن لمدة 3 ساعات على درجة حرارة 180 درجة. بعد 3 ساعات راح يكون اللحم جاهز، وهذه هي النتيجة. ما شاء الله، لحم ترف ذايب يطيح من العظمة. علينا وعليكم بالعافية. أنا على طول قلت لازم أجربه وطلع ممتاز. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة. نشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.